العالم ده بيسأل. المواجهة في الجوف هل تعني تحريك الجبهة في هذا المحور في اعتقادك؟ التحية للأخوة المشاهدين، بالتأكيد المعارك الجوية إن شاء الله تنتهي بالتحرير. العمليات الجارية عمليات عسكرية نوعية، ليس الهدف منها تحرير موقع أو موقعين أو تبة أو تبتين، إنما إن شاء الله بالطريق إلى تحرير المحافظة بالكامل. ما يحدث اليوم عمليات مرتدة ضد الميليشيات الإرهابية، اليوم هناك انتفاضة شعبية، وهناك الآن احجام قبلي كبير جدا ضد هذه الميليشيات. اليوم الناس أصبحت تدرس خطر الميليشيات، اليوم هناك وعي كبير جدا تشكل خلال الفترة الماضية عن جرائم الميليشيات الإرهابية وما تقوم بحق أبناء اليمنيين. فلذلك هناك اليوم ربما تكون هناك صحوة ضمير، صحوة في الرأي، صحوة في النخبة اليمنية لتحرير اليمن من جنات الإرهابية. العمليات الجارية عمليات نوعية، عمليات مستمرة من 3 أيام لم تتوقف في أكثر من محور، سواء كان في الجدابر أو في الجفرة أو كذلك حتى في الجبرة، كل هذه المناطق حتى الآن باتجاه الخنجر. هناك عمليات مستمرة من أكثر من محور وبعض الطريق تحرير كامل للمحافظة، الانطلاق إلى عمران والانطلاق إلى صنعاء بإذن الله تعالى. يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام في القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك.